أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الجافا. نكمل معكم تصميم لعبة أثرابا The Snake، وذلك باستخدام أساليب البرمجة الحديثة. ما قمنا ببرمجته إلى الآن هو اللعبة بمظهرها الكامل كما نرى، فيستطيع اللاعب والمستخدم من التفاعل مع هذه اللعبة. وعندما يقوم مثلا بتناول الفاكهة نرى كيف أن حجم أثرابان يكبر، وعندما أقوم بالخروج خارج هذه الحواء سوف ننتهي إلى حالة Game Over. وأيضا عندما يقوم الثعبان بالدوران حول نفسه ننتظر قليلا ثم تعود اللعبة من جديد. ما أود القيام به هو زيادة عناصر التفاعلية وزيادة الديناميكية في هذه اللعبة لجعلها أكثر مثالية، وذلك من خلال تقييم اللاعب وتقييم المستخدم. أستطيع القيام بذلك بإضافة عنصر جديد وهو تحديد السكور، فهذا من شأنه أن يقوم بالتفاضل بين اللاعبين واختيار اللاعب الأفضل ووضع السكور الخاص به كبست سكور. للقيام بذلك أستطيع هنا مثلا القيام بإنشاء صف جديد لنقوم بتسميته مثلا بست سكور، وأيضا أستطيع التعامل معه ككلاس، أو مثلا أستطيع استخدام ما يسمى الإنوم وهي اختصار لإنوميريشن، بحيث تتركز جميع العمليات والسيرفيسز الخدمات المقدمة على قيمة معينة سوف أقوم بتسميتها value، وأستطيع الوصول إلى جميع هذه الميثودز عن طريق هذه الفاليو، فهي مركزية بالنسبة لهذا الإنوميريشن وهي سينتاكس خاص في الجافا. سوف نرى كيف يعمل. بداية سوف أقوم بإنشاء متحول داخلي integer أو long كيفما أشاء يعبر عن البست فاليو، لنقول best value وهي في البداية تساوي صفر. سوف أقوم بجلبها من خلال تابع أقوم بتسميته مثلا public integer get best score، وهنا أقول return best value، ويجب علي أن أقوم بقراءة هذه القيمة والاحتفاظ بها، لذلك علي استخدام القراءة والكتابة على الملفات، بحيث عندما أقوم بإغلاق اللعبة والقيام بتشغيلها مرة أخرى أستطيع أن أقوم بجلب هذه القيمة والاحتفاظ بها، وهذا ما يجعل اللعبة أكثر واقعية. فهنا أستطيع أولا أن أقوم بكتابة تابع private يقوم برفع قيمة integer، ومن خلاله أستطيع قراءة السكور وهو best score. لن أقوم بإدخال الباث عن طريق هذه الميثود، وإنما سوف أقوم بالتعامل بشكل داخلي وضمني. بداية أقوم بإنشاء buffer reader لنقوم بتسميته buffer reader، وهو في البداية يساوي null. بعدها أقوم بتهيئته فنقول new buffer reader، بعدها input stream reader، ومن ثم file input stream، ومن ثم new file. كل هذا encapsulation لهذه الأغراض وهذه الكلاسات لينتهي بي المطاف هنا في الباث الذي أقوم بتعيينه وهو اسم الملف. سوف أقوم بإدخاله بشكل مباشر لنقول best score.configuration، وهنا أعتقد علي أن أقوم بإدخال try and catch، ففي كل مرة أقوم إما بالتعامل مع الملفات أو مثلا التعامل مع casting على type معين يجب علي أن أقوم باستخدام try and catch. في حال كان هناك خطأ في قراءة الملف أقوم بشكل مباشر بإعادة صفر ك best value، وهنا سوف أقوم بقراءة هذا الملف read line، وسوف أقوم بقصره على integer فأقول integer parse integer. في هذه الحالة عندما أقوم بإسنادها لا داعي لأن أقوم برد قيمة، وفقط أقوم مثلا بإسنادها بشكل ضمني، وهنا أقول best value تساوي 0. أعتقد هنا يجب علي أن أقوم أيضا بإضافة catch أخرى، وذلك من أجل إذا ورد هناك أخطاء من حيث القصر على قيمة integer. ففي هذه الحالة أيضا أقوم بجعل best value مساوية للصفر. أخيرا في الفاينالي قول هنا إذا كان البفر ريدر لا يساوي النل
وذلك ضمن شرط كيف أقوم بإغلاقه بهذا الشكل. وأعتقد هنا أيضا علي أن أقوم بإضافة try and catch. في كل مرة نقوم باستخدام try and catch، وذلك عندما أقوم بالتعامل مع الفايلز أو أقوم بالقسم من type إلى type. هنا في الـ best value لأجل جلب هذه القيمة أقوم باستدعاء هذا الهدف بهذا الشكل. أما بالنسبة للكتابة على هذا الملف فأقول هنا في الحالة الأولية يكون هذا الملف غير موجود فأقوم بإسناد قيمة صفر، وبعدها عندما أقوم بالتحديث على هذه القيمة والطباعة فيها أقول هنا public void مثلا write score، وهنا سوف أقوم بإضافة كباراميتر العنصر المراد تخزينه وهو على score، فنقول هنا score. بداية سوف أقوم بإنشاء buffer writer وهو في البداية يساوي النال، وبعدها نقوم بتهيئته encapsulation للoutput بشكل مماثل لهنا، ولكن بدلا من الانبوت أقوم باستخدام الoutput أيضا encapsulation على file output stream وبعدها new file، وأقوم بنسخ هذا الاسم والذي يعبر بشكل مباشر عن نفس اسم الفايل الذي أتعامل معه، ولا ننسى أن نقوم بإضافة الـ try and catch. بعدها علي أن أقوم بجلب القيمة وطباعتها score، ولكن بعد تحويلها إلى string بهذا الشكل. أيضا أقوم بإضافة catch أخرى، وذلك من أجل في حال ورد مشاكل في الـ input output exception الأولى فعلا نتفهم، ولكن في حال لم يتم العثور على ملف أعتقد سوف يقوم بإنشائه. Finally إذا كان بشكل مماثل هذا البفر رايتر لا يساوي النون أقوم بتسكيره بهذا الشكل. جيد جدا، أعتقد هنا لا أنسى أن أقوم بإضافة try and catch. هنا أعتقد أن التوابع أصبحت جاهزة للاستخدام، أقوم باستخدامها هنا في الجيم environment، وذلك أولا من خلال إنشاء متحولات هنا لنقول مثلا private integer يعبر عن current score الذي أقوم بالتعامل معه والتعديل عليه خلال اللعب، في البداية يساوي صفر، وأقوم بإضافة أيضا private متحول جديد وهو من نصف best score لنقول best أو دعوني أقوم بتسميته small letter. أقوم هنا بتهيئته فأقول best يساوي best score value، هذه الفاليو التي قمنا بإنشائها. فهنا عن طريق البست نستطيع الوصول إلى جميع هذه الفانكشنز التي قمت بكتابتها. من أجل الطباعة نذهب إلى تابع البنت، وهذه العبارات وهذه السكورز سوف يظهر بشكل دائم خلال اللعب وحتى عند الجيم أوفر وفي كل الحالات، لذلك سوف أقوم بإضافته دون شروط. لنقول هنا مثلا graphics draw string مثلا my score، وهنا نقوم بإضافة current score، ولكن إذا قمت بكتابتها current score سوف يصبح ذلك أفضل. وهنا بالنسبة للعرض والارتفاع الخاص بها مثلا لنقول 15 مع 15 لنرى الآن نراها هنا جيدة، ولكن أعتقد الخط صغير قليلا وغير واضح، فأستطيع أولا أن أقوم بالتعديل على اللون وأقول set color مثلا اللون الأسود، وعندما أذهب إلى الجيم أوفر سوف أقوم بجعل اللون أحمر. جيد، وأيضا أقوم بنسخ هذا الخط وذلك من أجل تكبيره، وهنا أقول مثلا 20 لنرى الآن بهذا الشكل كبير قليلا، مثلا إذا قلنا 15 مناسب جيد، ولكن ليس هناك تفاعل في هذه السكور فلن يتم التعديل على هذه القيمة. يجب علي أن أقوم بالتعديل على السكور في كل مرة أقوم بتناول الطعام، أي مثلا في كل مرة لنقول عندما أقوم بتناول فاكهة أقوم بزيادة السكور بقيمة 4،
فالقيام بذلك هنا عندما أقوم بإفهام الطعام سوف أقول current score زائد يساوي 4، وعندما أذهب إلى الجيم أوفر سوف أقوم بتصفيره يساوي 0. هذا بالنسبة للcurrent score. أما بالنسبة للbest score فبشكل مشابه أقوم بنسخ هذه وأقول best score best get best score، وأقوم بالمحافظة على المستوى الشاقولي وأقوم بإزاحتها أفقيا، لنقول مثلا 300، فنراها بهذا الشكل. الآن عندما أقوم بتناول الطعام جيد نرى كيف أن السكور يزداد في كل مرة، وأصبحت اللعبة تفاعلية أكثر وديناميكية ومثالية. جيد جدا، ولكن عندما أقوم بالذهاب إلى الجيم أوفر ينبغي علي أن أقوم بتصفير العداد هنا كما قمت في حالة الجيم أوفر، ولكن يجب علي أن أقوم بجلب هذه القيمة ووضعها في البست سكور لأنها أكبر من القيمة الحالية للبست سكور. فالقيام بذلك هنا سوف أقول في حال كان الكورنت سكور أكبر من البست سكور فقم بما يلي: قول بست سكور رايت سكور، وقم بإدخال الكورنت سكور بهذا الشكل. لنرى الآن 4 أكبر من الصفر، دعوني أقوم بجلب قيمة أخرى 8. جيد، الآن إذا ذهبت إلى حالة الجيم أوفر نرى هنا أصبحت هذه 8 وهذه عادت 0. جيد جدا، وعندما أذهب أيضا إلى الجيم أوفر تبقى هذه 8 لأنها أكبر من الصفر، وعندما أقوم بإغلاق اللعب والعودة مرة ثانية نرى أن البست سكور حافظ على قيمته، وذلك لأنه إذا ذهبت إلى اللعبة مكان اللعبة في الهارد ديسك هنا نرى أنه تم إنشاء هذا الملف بست سكور نرى قيمة 8. جيد جدا، وأيضا أستطيع التعديل على بعض الخصائص الخاصة في البست سكور وذلك لجعلها أكثر ديناميكية، بحيث أعتقد أنني في كل مرة عندما أقوم بالبين أقرأ من الملف هنا، وذلك من شأنه أن يزيد من كلفة اللعبة وهذا ليس فعالا، ولكن نرى أن التعديل على قيمة البست فاليو والبست سكور يكون فقط عند الانتقال من حالة الجيم أوفر إلى اللعبة الجديدة، لذلك سوف أكتفي بجلب هذه القيمة مرة واحدة فقط، وذلك في حال البدء بلعبة جديدة أو في حال البست سكور كان صفر. في حال البست فاليو تساوي الصفر أي الحالة الأولية فقم بقراءة الريد سكور، وأيضا عندما أقوم بالطباعة هنا في الراي قم بإسناد هذه القيمة الجديدة في البست فاليو وهي سكور، فلا داعي للقراءة مرة ثانية من الملف، فهنا قمت بتخفيف العملية. لنرى الآن قمت بجلب 8 صحيح، نقوم بجعل هذه القيمة السكور أكبر من البست سكور، والآن إذا ذهبت إلى حالة الجيم أوفر نرى أن هذه سوف تصبح 16 وهذه 0. عندما أقوم بالتسكير والفتح مرة أخرى نرى هذه 16. جيد جدا، بهذه الطريقة قمت بزيادة التفاعلية كما نرى وأصبحت اللعبة أكثر مثالية، وقمت بتحقيق هذا الغرض وذلك من خلال إنشاء كلاس جديد أو إنوميريشن جديد وهو Best Score يحمل هذه القيمة المركزية، وأقوم باستخدام هذه التوابع للقراءة والكتابة كما رأينا. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم، أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم وألقاكم في الدرس القادم. سلام.